قلق كبير من تعويم مفاجئ ومن عودة السوق السوداء بعد تصريحات السيد رئيس الجمهورية المفاجئة النهاردة عن توجيه الحكومة بإعادة النظر مرة أخرى في شروط صندوق النقد الدولي ومراجعة هذا الموقف طالما أن الناس مش مستحملة. وهنا في جزء من الضربات الاستباقية، إذا كنت أنت يا صندوق النقد الدولي بتراجعنا وبتعسر هذه المراجعة، وكنت المفروض تجينا 1/9 أجلتها لواحد عشرة، تجينا 1/10 أجلتها لواحد 11، وممكن تأجلها أكتر لأن احنا مش قادرين نجابه هذه الشروط في التنفيذ لقسوتها. الرئيس اختصر الموضوع بأن الناس مش مستحملة، أو الرأي العام أو المجتمع مش مستحملين زيادة الأسعار وهذه الموجة الجديدة اللي بدأت من يوم الجمعة، زيادة أسعار البنزين اللي هتسمع في الاتصالات وهتسمع في تذاكر المترو وتذاكر القطارات وهتسمع في الخضروات وكل أنواع الأطعمة وكمان الأدوية، موجة جديدة هنفضل فيها 6 شهور كمان كما 6 شهور اللي فاتوا. طب ما احنا عملناها هو قبل كده وبنعيدها تاني. ولو كان الكلام ده اتقال قبل يوم الجمعة وقبل قرار زيادة البنزين كان اكثر جدوى للناس، انما ده مش مجدي للناس. امال مجدي لمين؟ للحكومة نفسها، للمفاوض المصري نفسه اللي لما يقعد مع الصندوق مش هيبقى قادر انه ينفذ كل الشروط اللي كان يجب انه ينفذها بدوره كمسؤول. هي مصر بتنفذ الشروط اللي المفروض ينفذها الشعب، اللي هو ما يسمى بقى في الاتفاق اجراءات ضبط المالية العامة، انما فين تباطؤ وتيرة الانفاق العام؟ فين تباطؤ الانفاق على الانفاق والطرق وما يسمى البنية التحتية؟ فيش هذا التباطؤ. فين تحسين مستوى التحصيل الايرادات مما سماهم الصندوق اصحاب المقاومة، الناس اللي هتقاومك؟ فين انت بتزود ضريبة القيمة المضافة يعني عن مستهلكين، واحنا فاتحين مصانع ولا شركات؟ ده احنا ناس بنشتري ناكل بنشتري نشرب، تزود عليا انا ليه؟ هو تحسين بس مش ده المطلوب. فين تخرج الدولة من الأصول؟ ما يقصدش الدولة اللي هو نبيع المطارات، ما يقصدش الدولة اللي هو بيع الشركات والمصانع، تعمل له وثيقة ملكية الدولة تحط بقى 709 شركة ومصنع، ما يقصدش برنامج الطروحات وإن كان ده معني برضه إنه 40 شركة وبنك للبيع، لا لا لا، يقصد اللي زي وطنية وصافي كده. يقصد الأراضي اللي بتتزرع تبع الأجهزة اللي مش هنقول وصف السيادية يعني، هو مفيش حد سائل على حد. الشركات اللي من نفس هذا النوع، الشركات اللي لما يبقى في ازمه دولاريه، دول ما بيبقاش عندهم ازمه دولاريه، لما يبقى في ازمه عند المنتجين العاديين اللي زي وزيك مثلا، لما يقوم هما ما بيبقاش عندهم دولارهم شغال واستيرادهم شغال طول الوقت، وعندهم كمان المعلومه المتعلقه بمواعيد التعويم ومواعيد رفع الفايده ومواعيد العكس خفض الفايده ومواعيد، فمستفيدين في كل الاحوال. ومع ذلك لما بيجي يبيع لي يبيع بامكانيه انه يقدر يخصم مثلا في السلع 10% 15% عن المنتج العادي اللي ما يعرفش مواعيد التعويم وما يعرفش هيعمل ايه في الفوائد وما يعرفش وما يعرفش. وهنا اسمها الحياد التنافسي اللي الصندوق طلبه. هل وفرت ده؟ برضو لا. عدم الاقتراض، هل وفرت ده؟ برضو لا. استخدام اموال راس الحكمه واموال باقي الصفقات، وعندنا بيان مركز المعلومات من مجلس الوزراء ان في 30 مليار دولار مبيعات اراضي بما فيهم راس الحكمه من مارس اللي فات حتى اغسطس، فالدين العام ما انخفضش ليه ب 30 مليار؟ اقول لك طب بنصهم، طب ما انخفضش ليه ب 15 مليار دولار؟ عشان كده اس اند بي او ستاندرد اند بورز جلوبال جت اول امبارح قالت له لا انا هسيبك عند السالب بي زي ما انت، مش هحسن وجودك، انت لسه في المنطقه الحمراء بتاعت مخاطر سداد الديون، مشكوك في قدرتك على سداد الديون، وبالتالي عندك علامة استفهام قد من الارض للسقف، ده فين هذه الاموال؟ فهنا الحكومة نفسها اللي مش قادرة تواجه صندوق النقد الدولي بما عليها من التزامات، انما اللي على الشعب من التزامات بيتنفذ. نحن لا نستطيع ان ننفذ الجزء الاخر، الجزء الاخر المتعلق بدور الحكومة نفسها. يعني مثلا رسملة البنك المركزي اتأجلت من ابريل لاغسطس، اغسطس خلص وتسعة خلص وادى اكتوبر بيعتبر خلص، ما رسمتهاش، مع انه لما طلب تأجيل من الصندوق قال له بس من ابريل لاغسطس. طب دي مالها؟ محدش عمل يعني، احنا مش معطلينك فيها، ما عملتهاش ليه؟ الحوكمة والشفافية واعلان الصفقات، حتى صفقة راس الحكمة للصندوق قال لك اعلن البنود بوضوح، لم تعلن. حلو؟ حلو. ايه اللي اتغير في اللعبة؟ انا بقول لك هو الحكومة نفسها، المفاوض المصري نفسه مش قادر يوفي بالشروط. فبدل ما صندوق النقد الدولي يقول له انا لغيت المراجعة، انا اجلت المراجعة، انا جمدت المراجعة، هو اجلها بالفعل من 1/9 ل 1/10 ل 1 نوفمبر، وممكن تتأجل اكتر. استبق هو وبيقول له انا اللي اجلت المراجعة، انا مصر اهو بقول لك انا اجلت المراجعة، انا غير قادر على استيفاء هذه الشروط. انا ده اللي هو مين؟
لو كان قبل يوم الجمعة يبقى أنا وأنت، أنا المسؤول وأنت المواطن، إحنا الاثنين غير قادرين يا صندوق. إنما فيما يخص الجزء بتاع المواطن تم تنفيذ يوم الجمعة، ترفع المحروقات والدورة كلها، دورة غلاء تشتغل، ودورة تضخم، ودورة رفع فايدة تستكمل، وسياسة تشددية نقدية تستكمل. فجيت عند الدور بتاعي كمسؤول وعاوز أقول له بقى أنا مش قادر. يعني فارق الجمعة للأحد هو الفارق ما بين الدور القاسي والمساحة القاسية جدا من المعاناة الجديدة التي هتحملها المواطن، أو يرميها من على كتفه المسؤول. هو المسؤول عايز يرميها من على كتفه، إنما بتاعت المواطن كلها بالسلامة ولا ما كلهاش. حضرتك اكتب في التعليقات لو شايف إنك كلتها فاكتب كلتها، وحضرتك اكتبي برضو كلتها، أو لا أعملوا أنا اكتبوا كلمة لا لام ألف بس كده حرفيا. وصف الفيديو مهم، تنضموا لنا في الجروبات اللي موجودة في التليجرام واتساب عشان تعرفوا هنعمل ايه بالليل، وعشان كمان الأسئلة. نكمل، اسمع بقى معايا كده جزئين اتنين. للي سمع معايا امبارح واللي ما سمعش يروح يسمع فيديو اثيوبيا، صندوق النقد امبارح عمل موجة من التسهيلات إعادة إحياء اثيوبيا الميتة ماليا، مش المنكوبة، المنكوبة دي تبقى دولة زي باكستان، إنما من لا يستطيع إنه يأكل شعبه وما عندهوش دولارات في البنك بتاعه إلا لسبعة أيام بس ده مات، هذه الدولة قد ماتت. فيأتي صندوق النقد يحيي برنامج جدولة الديون في حدود 34 مليار، ويخلي البنك الدولي يجي معاه يديله مجموعة مليارات تصل في حدود 16 مليار دولار لأثيوبيا، وهو نفسه يقرضه فوق 4 مليار وشوية، ويتصرف له الشريحة امبارح، والمجلس التنفيذي نفسه بتاع صندوق النقد الدولي يوافق، دول ما لحقوش يرجعوهم لمجرد ان اثيوبيا وحد سعر الصرف بس. طب ما احنا وحدنا سعر الصرف، احنا عندنا سوق سودا دلوقتي، امال ايه لازم كل اللي بيحصل في مصر ده؟ هنا تعرف حليفك من عدوك. عشان كده 3 نقاط اتكلم عليهم الرئيس مهمين. نقطة المية، انا ما اعتدتش على حد، ما حاربتش حد، ما هاجمتش حد، رغم ان انا عدد السكان عندي زاد ولا زالت حصتي كما هي ما زادتش، وما حاربتش عشان ازودها. احنا طلبنا في الفيديو امبارح بايه؟ ان صندوق النقد الدولي يلعب دور في ملف المية، لان من يدعم اثيوبيا الان دعم اقتصادي كأنه دعم سياسي بالظبط لسد النهر، كما من يدعم الان مصر اقتصاديا زي السعودية والامارات هو دعم مباشر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مترجم في شكل هذا الاقتصاد، في شكل الدعم الاقتصادي، راس حكمة، اصول من هنا، شركات الاسمدة والكيماويات والكلام اللي بالك فيه. انما انا هدعمك ازاي؟ بدعمك اقتصاديا، انشلك من الانهيار، انشلك من الغرق. الصندوق والبنك الدولي معناه امريكا واوروبا قرروا انقاذ اثيوبيا وتعويمها على حسنا، راجع حلفائها. فالنهاردة الراجل بيراجع حلفائه، نرجو ان دي تكون مش مجرد كلام ويتم البناء عليه. اسمع معي، هنا موضوع الازمة الاقتصادية ومسار الاصلاح الاقتصادي، واحنا ايضا في هذا الامر عملنا يعني برنامجين، برنامج في 2016 وده نجحنا فيه. عفوا لحظة، جهدنا هو احنا ما نجحناش في قرض 2016، نجحنا في تنفيذه. انما مصر لو كانت نجحت في قرض 2016 ما كانت ستحتاج لقرض اخر اغاثي برضه. ده بالعكس، احنا عومنا الجنيه للضعف، خسرنا قيمته ونهرنا ودحرنا قيمة او قوة الجنيه الشرعية للمصريين وثرواتهم ومدخراتهم وقيمة اشغالهم وعرقهم اليومي وكل الكلام ده، ورفعنا الفوائد ورجعنا نزلناها، وعملنا شهادة ادخار عالية ورجعنا لغيناها، وعملنا كل حاجة، وبعنا برضو اصول وكل اللي بالك فيه ده، وقضينا على السوق السوداء ورجعت تاني، وخلينا دعم البنزين والمحروقات صفر ورجع كبر تاني، وبعدين جايين نعيد تاني من الاول. فهو ان كان نجح من حيث انه بدأ من نقطة البداية وانتهى عند نقطة النهاية اللي حددها الصندوق، يعني النجاح انه خلص مش نجح، فرق كبير قوي بين الثلاث حروف نون جيم ح وخ لام صاد، هو خلص. انما احنا دلوقتي مش عارفين نخلص اللي احنا فيه، لقد تعثرنا. اتفضل. ولكن باستقرار الاوضاع الاقليمية والدولية عما كنا نحن عليه الان، ولما نجحنا فيه بوصف الراجل، انما انا قلت لك هو خلص ما نجحش، كان عشان ما فيش حروب جنبنا، لا روسيا واوكرانيا بتحارب فما فيش مشاكل في سلاسل الامداد، لا غزة ولبنان في حرب ففي توتر سياسي وقناة السويس متأثرة، ولا ولا ولا. اما البرنامج الحالي اللي احنا شغالين فيه
وده مهم، ودي رساله بقولها لينا ولمؤسسات الدوليه المعنيه بهذا الامر، الصندوق والبنك الدولي وكل. حلو قوي كده الكلام والرسائل، تم تحديد الجهه التي يجب ان تتلقاها، والراجل ما بيعملش كده يعني، مش عوايده. حتى يوم ما قال الدولار يفضل زي ما هو ب30 ومش هيبقى ب50، وان بقى ب50 نسيب مكاننا والكلام ده، قال طب واللي يزعل يزعل، امال الناس تجيب لحمه ازاي؟ ما قالش اسم صندوق النقد الدولي، مش عوايده يسمي كده زي النهارده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكل المؤسسات الدوليه. ده هو احنا الكلام المفروض هيتبين عليه اجراءات هنشوفها بقى. مؤسسات ان احنا بنعمل هذا البرنامج في ظل ظروف اقليميه ودوليه وعالميه شديده الصعوبه، ليها تاثيرات سلبيه للغايه على الاقتصاد في العالم كله، وبيتقال ان هيبقى فيه ركود اقتصادي محتمل خلال السنوات او القليله القادمه نتيجه التداعيات لهذا الامر. حلو قوي. الركود الاقتصادي بنحذر منه بقالنا دلوقتي حوالي 6 أو 7 شهور. دخل على هذا الخط لسه امبارح دكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. احنا على مشارف ما حدث في نص التسعينيات، ركود اقتصادي. الالمان سبقوا في تشخيص نفسهم في ذلك، شوف الفيديو بتاع امبارح هتلاقيه اسمه 20 بنك او اكتر من 20 بنك عرضه للخطر، لو عاملينه بالليل امبارح، بان البنوك دي هتفلس. ده الماني الاقتصاد الصناعي، فلما نراجع نفسنا هنلاقي عندنا برضو البنوك بعافيه شويتين. عشان كده بقول لك ظروف الدوله نفسها اصبحت لا تستحمل شروط القرض، اللي هو ما تخفضش الفايده يا استاذ الا لما توفر 7 شهور واردات من الاحتياطي 25، وتستبعد ال 40 بتوع المال الساخن، وتستبعد ال 11 بتوع السندات. احنا اصلا كده مصر تبقى مديونه بالسالب، بنكها المركزي ما فيهوش دولار لو عملنا الحكايه دي. 0 دولار، يبقى معناش ولا دولار من 48. خد عندك واحدة من الضغوط التانية، قبل 30 مايو لازم تسد 41 مليار دولار. كل اللي في بنكنا المركزي حالا مش محصل 48، لو سديت ال 41 بقى لك ايه؟ يبقى انت رحت انقذت اثيوبيا اللي ما كانش عنده اكل يكفيه 7 ايام بالدولار اللي في بنكه المركزي، وجاي تحطني انا في مأزق يبقى عندي دولار يكفيني يا دوب 7 ايام، نقلت الازمه منه ليا. الهندسه كده، الهندسه الدوليه للقتل الاقتصادي في اداه القتل غير الرحيمه اللي بتتعمل معانا كده. انقذ اللي في دوله في المنبع وشل اللي في المصب. عشان كده الضغط ده مهم جدا، وان كان جاي متاخر بس مهم، احسن ما كانش يجي. من اقتصاد العالم. وبالتالي برنامج الجمله دي تطور مهم جدا. كان بيقول نحن نعيش في منطقة أخرى من العالم في مؤتمر صحفي كان مع الرئيس ماكرون. دلوقتي بيقول ونحن جزء من هذا العالم، ما يسر عليه يسر علينا، ما يؤثر فيه يؤثر فينا. الكلام اتغير، وده مفيد إن أنت هتشعر الصندوق إن أنا عندي أزمات، زي ما حضرتك بتروح تدعم أوكرانيا تدعم أثيوبيا ادعمنا أنا كمان. تخفف بقى الشروط اللي على الحكومة واللي على الناس، تخفف دي ودي، ترفع لي حجم القرض من 8 مليار ل 12 مليار، تعوض للنقص في قناه السويس بحجم قرض اكبر. في 3 او 4 اختيارات في النقطه دي هنقولهم في البث المباشر منتصف الليل ان شاء الله، ضروري تحضروا بدري. لما اتحطتش في الاعتبار التحديات اللي انا بتكلم عليها ديت، ولما نيجي نقول ان احنا فقدنا 6 7 مليار دولار خلال رقم غير دقيق بالليل هندقق 7 8 10 شهور الماضيين، وان الامر ده محتمل انه يستمر معانا لمدة السنة كمان نتيجة التداعيات اللي احنا بنشوفها، يبقى اذا البرنامج اللي احنا متفقين فيه مع الصندوق، وده امر مهم انا بقوله للحكومة وبقوله لنفسي. حلو قوي. خلصنا من توجيه الرسائل للصندوق والبنك الدولي، دلوقتي بنوجه الحكومة بخصوص برنامج مصر مع الصندوق انها تعمل ايه؟ اسمع. اذا كان التحدي ده هيخلينا نخضع على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف. احنا اللي هنراجع الصندوق، شو اللي هيراجع؟ هذا هو التوجيه للحكومة. مين في الحكومة؟ المفاوض المصري مع مفاوضين الصندوق. ومين الطرف التاني في الصندوق بقى؟ من يوم 26 يبدأ الدكتور محمد معيط يتولى منصبه التنفيذي في صندوق النقد الدولي، اللي كان هو نفسه وزير المالية المصري، كان بدل ما هو قاعد هنا هينقل يقعد الناحية التانية.
نص الموسم الاولاني مع الاهلي ونص ونص الموسم مع الزمالك، ودلوقتي هيقعد مع الصندوق. الكلام صريح لاول مره بهذه الدرجه، رسائل للمؤسسات الدوليه، رسائل توجيه للحكومه، ابدا نفذ. حلو قوي. ليه الناس؟ طبعا الجزء المتعلق بالميه هسمعه لك بس بالليل بقى عشان الفيديو ما يطولش مننا. انما هو قال له انا حصتي ما زادتش وعدد السكان عمال يزيد، وما رضيتش احارب ولا اعتدى على حد عشان ازود حصتي. فالكلام هنا بقاش يا جماعه ازمه وجود، يا جماعه ميتي بتنقص، لا لا لا، هو انا ليه ما خدتش زياده؟ الخلاصه اللي طلبتوها مني في اخر كل فيديو تبقى في دقيقه. اذا احنا وقفنا شغل مع صندوق النقد الدولي مفيش تعويم للجنيه، وما دام مفيش تعويم يبقى ده تثبيت لسعر الصرف، هيقضي معانا فتره بسيطه، تظهر بعدها السوق السوداء متعدده الاشكال والاسعار، سيارات، العقارات، الساغه، التعدديه الخمسه، العقارات او العقارات كمان باسعار مختلفه، ويبدا السوق السوداء يسحب البساط تاني من تحت ايد البنك المركزي لمده يجب ان الحكومة تكون بتعمل فيها مع الزراع والصناع والتجار بشكل كفء قد تصل لسنة. فهننقل من المعاناة الكبرى مع الصندوق اللي نهاية النفق فيها منظلم برضه ما فيهوش نور، للمعاناة به بس مع التجار والصناع والزراع مع بعضنا، بس نهاية النفق فيه شوية نور نقدر نستلم منهم ونكمل شويتين في امان الله. بس نكمل بخطة اصعبها البداية، شرط ألا تقترض وألا تبيع أصول، وندي ظهران للصندوق، والدولار اللي في البلد أنت لو عندك دلوقتي 48 مليار ما تسدش ل 41، اشتغل على جدولتهم، اشتغل زي ما بتقول هراجع الموقف مع الصندوق، راجع كل موقف الدائنين. وهنا في كلام كتير، المهم إن المتحوطين الرسالة هي دولارك حصانك حصان تصانك، ذهبك لسه أفضل يوم ما جاشي، العقار بس زيادات المحروقات بترفعه، فما بالك بقى ما تعود السوق السوداء وسعر الدولار يمسك في السوق السوداء نفسه. السيارات اشوف وشك بخير النهارده، نزلوا الكوتا الشهريه بدل 10,000 بقت 8,000، وتعقيدات شديده جدا في استيرادها. اللي عنده حاجه يحافظ عليها، اللي عنده جنيه يدخله في اي حاجه ان شاء الله، سخان حديد. انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد. نلتقي منتصف الليل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد محي الدين.